اخي ماذا بين يحيدوها لينا، لان ما دايره لينا حتى شي حاجه زوينه اللي غادي نتسناو منها. ما تيكفاناش الوقت، تنفيقوا بكري، الوليدات الصغار كتاثر عليهم حتى هما تيفيقوا بكري، وهما ما غدغطش عليهم ينعسوا بكري باش يفيقوا مع 8 هكا. دابا كيبداو غادي ناعسين في ترونسبور، يعني مضره بزاف لا بالنسبه للوالدين ولا بالنسبه للناس الكبار. تنفيقوا بكري، تندخلوا الخدمه بكري، تنخرجوا روطار معطلين، ماذا بيهم يديروا لنا اعاده نظر وحيدوا لينا ما نفعنا بوالو. هادشي اللي كاين حيدوا لينا بواحد السرعه، وحنا كنفرحوا بديك الساعه ملي تيحيدوا لينا كنستافدوا من النهار، كيجي النهار طويل تنقضيو فيه بزاف د المشاغل. هنا فيت فيهم واحد الحاجه، ما تياخذوش حتى الراي ديال المواطنين باش تكون عندهم واحد الراي ديالهم واش باغينها ولا ما باغينش. وانا متاكده بان الاغلبيه الساحقه ما باغينهاش، ماذا بهم يحيدوا عليهم. هذا مكان وشكرا. دونك على القضيه ديال الساعه جديده، انا تنقول بان خصها تكون واحد لا موتيفاسيون فاليد، يعني خصها تكون واحد لا موتيفاسيون، واحد يقولوا لنا علاش داروا هذه الساعه زايده، ولا كانت ساعه زايده ولا ناقصه خصهم يقولوا لا موتيفاسيون. باسكو لا كانت هكاك في الدوله خصها نورمالمون تكون حتى في اخرى دولات. حنا شعب مغربي تنحترموا مهم القانون، تنفيقوا الصباح تنديروا خدمتنا، كاين شكون اللي تيقابل خدمته اللي تيدير شغله، ولكن خصنا نعرفوا علاش كاينه هاد الساعه، لا كانت زايده ولا كانت ناقصه. قولوا لنا واحد الاساس، واحد لا موتيفاسيون، حيت لا كانت هكاك خصها تكون حتى في الاخرين دولات، دونك حتى في لوروب وحتى في العالم كامل. ولي في المشكله الاولانيه اخويا اش غادي نقول لك، صيداتنا نهار الاول، لان انا وقعت لي انا ساعتين قبل من الفجر، ما بقيت عارف اش بالساعه كي دايره منا ولا الساعه، والله العظيم الا ساعتين تقريبا وانا فايق قبل من الفجر. شويه جات كنا معولين على حاجه، وعاوتاني كتجي تبدل حاجه اخرى كتبقى شويه الوقت، من السبت للحد شويه جات صعيبه. فوالا داكشي اللي بغيت نقول لك انا، حيت اي حاجه كتبغي ديرها كتوجد لها قبل شويه، بشويه كتلقى لك، عرفتي كيجيو كي بحال كيعطيو لك مره واحده ولا بدا كيكون. ماشي غير انا، دابا تقدر تسول بزاف ديال الناس تقول لي واش قليل اللي تعامل معاها، لا كثريه شي مسكين فاق بكري، شي تعطل، شي شويه خصهم اعاده النظر في هذه القضيه هذه، خصهم على الاقل يخلي تبقى سمانه عاد يبداو يقادوا المسائل ديالهم. كاينين انا بالنسبه لي تزادت، غير انا كنت داير الساعه قبل فهمتي، ما والله العظيم الا فقت ما عرفتش اش غندير، كنقول واش الوقت هو هذا، واش الوقت زايد، واش الوقت ناقص، واش غير كما قلت لك حاجه واحده، يعني اعاده النظر يعطوا على خاطر سمانه، اربع ايام، خمس ايام، يبدا بنادم يولف، خصوصا كتخرج من رمضان باقي شويه، باقي ديك الدهشه وباقي ديال نتمناو اعاده النظر. سلام، الصراحه من رمضان حتى لدابايا عطاونا غير نهار واحد، وباقيين دايخين حد الان دابايا، بحال صباح حنايا فقنا وباقي ما عارفاش، والله بحال جاني بحال رمضان كلشي سيد، والساعه ولات انا مديه على الاخر، ما بقيتش عارفه هذه جديده، وصراحة ما واش فعلا بدلا ولا لحد الاخر، حتى انا ما عرفت الا ما تزادش، حتى ديك الساعة ولفناها بزاف، وهذه اللي بدلوها والله والله تتخربقت، انا ما بقيتش عارفة والله. واليوم ما عملتش الخدمة؟ واليوم ما عولت الصراحة، درت الساعة على الساعة اللي عارفة انايا، وهاد الساعة دوختني الصراحة، وما عرفتش والله وما فقتش. وزوينة ولفناها بزاف، اما هذه دابا ولات غير كطير وما عارفينهاش، وبزاف ديال الناس باقيين لحد الان نشوف هاد الاجواء اللي كاينين هنايا نيت بحال رمضان، ماشي ايامات العاديه والله. الساعه شويه مخربقه شويه خويا فهمتي، من ناحيه كانت ساعه واحده كتبقى ندور ونمشي معاها، كتعاود تزيد ساعه اخرى شويه تفكر، خاصك تنوض مع واحد الوقت اخر فهمتي، كتبقى ديرونجي ديما مديرونجي، ما كاينش واخا الصراحه ديالك فهمتي، قدرت حتى محقق التليفون تنوض مع واحد الوقت بحال شويه. الساعه ديال رمضان كي كانت، الساعه ديال رمضان كانت زوينه ديزا بخير، ودابا ما تزادت الساعه هذه، بنادم خاصو يخرج مع 11 كيولي يخرج مع 12 ولا 11 فهمتي، ضروري فيها شويه ديال التخربيق الساعه هذه، كنطلبوا شويه تحيه تبقى ساعه عاديه باش تبقى داك الشيء غادي مزيان فهمتي، إذا تزادت ديك الساعه الاخرى كتخربق شويه بنادم الوقت، كيولي بنادم ما مخربق ما عارفش الساعه مزيان فهمتي. دغيا ما كاينش دغيا الساعه ما فهمنا فيها والو اخويا، قسما بالله هاد اليومين هادي ما مسبتش لحد دغيا كما قلتي نتايا، ما دغيا مازال كانت العام ايامات عاديه في رمضان، كان سويه زوينه الساعه، ساعه واحده هي اللي كاينه، هي اللي كيخدم عليها منها جوج السوايع، فهمتش اخويا شتي انايا اصلا، والله ما فهمتش الشيء. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.